في رواية أخرى أبو ذر الغفاري يدخل يوم من الأيام على النبي صلى الله عليه وآله، فبعثه إلى علي عليه السلام ليناديه. راح أبو ذر وقف على الباب، الباب كان مفتوح، نادى يا علي، الإمام علي لم يجبه، فالتفت أبو ذر وإذا نفس الشيء، الرحى تدور وليس معها أحد. فأبو ذر دهش، تعجب، رجع إلى رسول الله: يا رسول الله، عجبا من رحى تدور في بيت علي من غير أحد معها، شنو هذا؟ فقال رسول الله، اسمع، قال صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا ويقينا. هذا جزاء فاطمة. إن الله علم ضعفها فأعانها على دهرها، ثم قال نفس الكلمة: أما علمت أن لله ملائكة موكلين بمعونة آل محمد. هذا جزاء آل محمد عليهم السلام، هذا جزاءهم الطبيعي. زين، فهذا الزهراء عليها السلام حالها مع زوجها وأولادها.